ملف المرأة ولو يعيه الجميع. اليوم بكل صراحة دستور الكويت اللي احنا متمسكين فيه لم يأتي بصيغة المذكر والمؤنث، ولكن القوانين في جميع المؤسسات أتت بصيغة المذكر والمؤنث. فعلى سبيل المثال يعاني الكثير من الأخوات في مشكلة الإسكان، وخصوصا في حالات الطلاق، ومشكلة الأبناء للمتزوجات من غير الكويتيين وغيرها وغيرها الكثير. هذه لا نجدها من ضمن مصنفات الدستور، ولكن القانون مختلف فيها. من هذا المنطلق، أين العدالة والمساواة التي يتكلم عنها الدستور؟ أين العدالة والمساواة التي يتداعى لها معظم الشعب الكويتي ولم يطرح أي حل لهذه المشكلات؟ فنحن نعيش على هذه الأرض الطيبة ولا نقبل أن يحصل عليها أي ظلم لأي إنسان بشكل عام. أحمد مساعد العنزي.